الوفا والجرح ما مات والنار ما رحمت حدا حتى اللي شعل نار والروح عم تصرخ وجع وعيون مليان الطمع عين والدم الغدر والطبع غدار انتي قومي طلعي لبرا. شو في بينك وبينها؟ ما في شيء. وليش عم بدي اقلك بهذا الوقت من دون ما انا اعرف؟ ما في شيء ما في شيء، مو اللي ببالك ما في شيء. شو لك هذا؟ ماني مضطر اقول لك. بعدين بكره الصبح بتجيبي مفتاح بيتي وبتحطيه هون، يلا طيري قبل ما في شريف. ماني طالعه قبل ما تقلي شو في بينك وبينها. طيب يلا روحي يلا بفيك شريف. ما خلصت صار. اصحى خلاص شيلها من بالك وبلش من جديد. والله يلعن هديك الساعة اللي الله يستر. ليك المجنونة ما رجعت لي المفتاح. يحرق اختها العلبة. كيفك مرح؟ بدي اشوفك هلا هلا هلا. لا هلا خلص روحي بتلاقينا هناك. الله أنا على الساعة 3 رايحة على البيت ناطرتك حبيبي، وإذا ما بتجي رح يصير شي ما بيعجبك. لا تتأخر. معقول تتصل وتخبرها؟ لا ما بتعملها، مستحيل تفضح حالها. مرحبا. أهلين. خير رامي؟ شوفي قلقتني. كل خير. ما رح إذا تقدمت لك تقبلي فيني؟ شو؟ عم بسألك يعني أي ولا لا؟ شوفي رامي شو صاير لك؟ مو صاير شيء. شفتك وطلعت أنا وياكي
وارتحت لك وبدي اياكي، وحارجع اسالك اذا تقدمت لك تقبلي فيني؟ جاوبيني مرح. والله ما بعرف، يعني انت فاجئتني. مرح انا حابك، انت بنت ظريفه وبنت عالم وناس ومؤدبه وكل شيء فيكي انا حابه. انا بيتي جاهز وناقصه شويه فرش، بس الحمد لله يعني الامور مرتاحه. اذا بدك بنخطب، واذا ما حبيتيني قلعيني. موافقة. وأنا موافق. خلص لكان خبري أهلك وبستخدي موعد دقيقة. ماشي. أنا لازم أروح بسرعة. إيه؟ وصلك؟ لا لا، روح لحالي. ديري بالك حالك. يلا باي، بحاكي. الله معك. أهلين شريف. هذا أكل أخذته ورايحة لعند أمي، وأنا جهزت لك الأكل جوا. بدك تتحمم؟ أي نعيمة سلفا. يلا باي. مرحبا. ألو، وينك انتي؟ رامي أنا كنت بالبيت عم بستناك، ليش ما أجيت؟ وجبت غدا كمان، قلت لحالي منتغدى سوا. ما قريت الرسالة. طيب رح أرجع أنا. لا لا ترجعي، ماني فاضي. رامي مشان الله خليني شوفك، خليني شوفك، والله ما عاد فيني أعيش بلاك أنا. إجاني عالم هلا. يلا باي. استنى شوي. ما بقلبها بقى. ما صار لازم غير مفتاح البيت. شلون نسيت القصة؟ أهلين حبيبي،
اشتقت لك انا. وانا كمان. شو عم تعمل؟ هلا المهم خبرتيها لامك؟ ايه خبرتها، وبكره ناطرينكم على الساعه 7. منيح؟ ممتاز، رح اجي انا وشريف. ولانا؟ اكيد اكيد، ولو حبيبي انا اجتني شغله رح خلص وحاكيك. ماشي. الله معك. علانا. بعرف الظرف مو مناسب، بس نحن ما حنعمل شيء، يعني هي طلبة والبنت موافقة. مرة حرفيقتها لالانا، بنت ظريفة وحبابة. شريف فهم علي، عم اقول لك أنا ما بدي روح، مو شايفني إني تعبانة ومرضانة؟ لك أنا أصلاً وحدة مليت، أنا مليت من هاي العيشة. شريف بتعمل حسابك بس ترجعوا من زيارتكم بدنا نقعد نتفاهم على الطلاق. أنا بدي أطلق، ما بدي إياك. إذا بخليكم تتهنى أنت وياها أنا ما بيكون اسمي لانا. أنا بفرجيكم يا رامي. خلاص خلاص ابوس رجلي، خلاص اطلعي من حياتي، اطلعي ما بدي اياكي. ولك ماني طالعه، ماني طالعه، ولك الله لا يهنيني اذا بهنيك انت وياها. ولك ما لقيت اصحاب غير رفيقتي، انت الي وبس، الي وبس، عم تفهم؟ لا تخليني اطلبك، لا تخليني اطلبك. مرح شو؟ شو هاد لك؟ شو هاد؟ خاينين يا مقرفين لك، تفوق. مرا خليني انا اشرح لك، انا بفهمك شو الموضوع. خراس خراس، لا تحكي ولا حرف، سمعت كل شيء. وانتي يا رفيقتي اللي ما تنازلتي تقولي لي مبروك، اصلا كل عمرك عقيره، ما بيكفي ضحكتي على الزلمه المسكين لتتجوزيه حتى تنستري؟ لك فوق عم تخونيه ومع اخوه. شريف لازم يعرف. شريف؟ لانا حبيبتي سلامتك، شبكي مقربة؟ ما بعرف شو صاير لي. معافاي حبيبتي. شو كيف كانت الطلبة؟ منيحة، تمنيتك تكوني جنبي.
يلا بكره وقت الخطبه، الخطبه رح تكون الخميس الجاي. ها ما رح نعمل شيء هيك بالبيت على السكت. بتعرفي لانا عن جد انا كثير مبسوطه، طاير عقلي، ما عم صدق الشيء اللي عم بيصير، كثير حاببته لرامي. وانتي من امتى بتعرفيه لرامي؟ مو من زمان، القصه هيك صارت بسرعه، يمكن بعد ما توفت المرحومه بشي جمعتين ثلاثه حكاني. بس انا سالتك اذا في حدا بحياتك، قلتي لي لا. مظبوط، لانه نحن كنا متفقين انه ما حدا يعرف لحتى نتفق مع بعض وبعدين لحتى يصير شيء رسمي. معك حق، الواحد ما لازم يثق بحدا الا اذا صار في شيء رسمي. برافو عليكي، طلعتي قويه وقت حالك وبتعرفي شو بدك، مو مثلي انا مضيعه حالي بعيشتي وماشيه. لا انا شبكي مكتئبه والله، ما بعرفك هيك يعني. يا حبيبي انا عند سلفتي، جيت اطمن عليها. يعني ما خبرتيني انك رايحه لعنا؟ لانه ما بدي اجي وانت هون. اي بسيطه حبيبتي بسيطه، انت بس تطلعي خبريني فورا. طيب ماشي حبيبي، باي. رامي شوفي والله قلقتني. ايه وينك لهلا؟ هلا لحتى طلعت من عند لانا. يا حرام كثير مرضانه وتعبانه ومدري شبهها مكتئبه، لازم تشوف دكتور. المهم شو حكيتوا؟ يعني كيف كانت الزياره؟ شبك رامي شوفي، شو بدنا نحكي يعني، حكي عادي. ايه وصحيح سالتني انه ايمتى تعرفت عليك وين وكيف هيك يعني. روحي بدي اطلب منك طلب. بدي اياكي اي مكان تروحي عليه تخبريني، مو اذن بس يعني انا بغار عليكي، يعني بدي اعرف وين بدك تروحي. ايه حاضر تكرم. الله يكرمك. طيب رامي انا بدي امشي. ايه بشوفك، يلا باي. الله معك. يا ما راح حاطة قفل على تليفونك؟ هو السيد رامي اللي حاطط لك اياه. بسيطة. يلا قومي حاج كسل. هي سخنت لك الشوربة. ما بدي ما راح مالي قدراني. ايه شو على كيفك؟ هي شوربة امي بتشربيها من هون بتطيبي من هون. بعدين بدي اياكي تصحصحي مشان تنزلي معي نقي فستان الخطبة. ليش امتى الخطبة؟ بكره ان شاء الله. بس ما رح، انا ما رح اقدر اجي لاني كثير تعبانه. انت عم تمزحي؟ ما لا انا عن جد ما بدك تحضري خطبتي. لا تزعلي مني والله. انا شلون يعني ما بدي ازعل؟ انا رفيقتك، ما بدك تحضري خطبتي؟ لا بقى تسمعيني صوتك، انا عن جد زعلت. مرح الله معك. قال خطبة وفستان؟ قال لا، والمجنونة بدها يعني روح. أنا بفرجيك إذا بخليك تتهنى يا رامي، أنا بفرجيك. ولا شي، ما ضل شي. صحيح وعزمت أهل لانا كمان. حبيبي الله يوفقك، اقنعوها خليها تصحصح وتجي. معقول رفيقتي ما تحضر خطبتي؟ عن جد بزعل. لا لا شو ما تحضر، خلص انا بحكي معها. روحي بعد الخطبه بدي اخذك على البيت فرجيك اياه، مشان يعني انت تفرشي على ذوقك، انا ما دخلني، انت بتفرشي وانا بدفع. ايه ماشي اوكي. يا ريتني عرفتك من زمان. ما صار شيء حبيبي، معنا العمر كله ان شاء الله. قومي لوصلك. لا لا خليك، بروح مشي. قومي لوصلك. ماشي يا يلا.
ومغير القفل كمان يا رامي؟ هيك لك فكرني ما بطولك. لك مو أنا اللي بينضحك علي والله. أهلين شريف. على الخطبة؟ ما بدي روح، مالي قدرانة. ولا أقول لك؟ أي بروح، ليش لا؟ بس على شرط. بروح لعند أهلي وبنطلع سوا. رح حاول رتب حالي منيح، بركي بكرة إذا شاف الفرق بيغير رأيه وبيتركها. شو فكرتي؟ شو صار معك؟ مقررة. هيك ايد من قدام وايد من ورا، لك اي تضربي انت وهيك جاهزة. وين جوزك؟ بشغله بابا. خلص انا ما عاد بدي على شريف، بدي اطلع، بس بدي استنى لبعد خطبة رامي وساعتها لكل حادث الحديث. لا فيك الخير والله. بابا نحن ما غصبناكي، انت حرة اعملي اللي بدك اياه تصطفلي. بس هو ما كاتب لها شيء، شو يعني تطلع من هالجوازة هيك؟ ولك انت اصلا هذا اللي همك، هاي تربايتك الها، غنجك ودلالك عمل بالبنت هيك، اتلاقي لك انا. كيفك رامي؟ أهلين أهلين. دقيت لك لبارك لك. الله يبارك فيك يا رب. مبسوط رامي؟ هذا اللي بدك إياه؟ زواج بدون حب؟ والله أنا عايش قصة حب. أنت عم تضحك على حالك، ورح يجي يوم تندم على هذا القرار اللي أخدته. في مجال شي مرة سكر التليفون بدون ما أطبشه بخلقتك؟ خلينا محافظين على هالعلاقة بودية واحترام، وأنا برأيي ترجع تفتحي صفحة جديدة يعني وتنسي الماضي. عملي مثلي، لكن أنا عايش بسعادة وحاسس بسعادة كتير حلوة. مبسوط ومرتاح؟ لكن أخذت اللي بدك إياه وهلأ عندك حدا جديد، شو فارق معك أنت؟ ولك أنت فكرك أنا رح أترككم هيك تضلوا مبسوطين وضل ساكتة؟ ومغير مفتاح البيت كمان. رامي ليش هيك عم تعمل فيني؟ أنا مضطر سكر باي. ما بعرف شو رح يكون رأيك بهدول الرسائل يا رامي، بس وحياتك هالمرة أنت اللي رح تدق لي مو أنا. ما هي جنتها الآخر. مسكر الخط بسيطة، بأسوأ الظروف باخذ التليفون منها، بس كيف؟ ما بدي أخلص منك بقى يا لانا، رح أخلص. ألو كيفك لانا؟ أهلين حبيبي. شو هاي اللي بعتيها؟ رسائلك يا عمري، بس عم ذكرك إنه هنن كلهم عندي. تهديد يعني؟ على التليفون ما رح يمشي الحال نحكي. شو رأيك إجي على البيت؟ لا عندي على البيت مالك جاي. طيب أنت تعال هون عم بستناك. لا أنا فهمي. أنت اللي ما عم تفهم.
غير ببيتك ما رح نتفاهم، عم تفهم؟ ماشي، رح أروح لعندي على البيت، بس حطي ببالك هي آخر مرة بشوفك فيها وما رح يصير شي، يعني لا تتوقعي شي. باي. شو بدك لانا؟ اشتقت لبيتنا، اشتقت لك كمان. هذا مو بيتنا، قولي لي شو بدك؟ بدي نضل مع بعض انا وياك، حتى لو تزوجت انا ما راح، ما عندي مشكلة عادي، انا موافقة. جنيتي انت؟ جنيتي صار بعالك شيء؟ وشو هدول الرسائل عم تبعتي لي اياهم؟ لفضيحة علي وعليكي. وانا ما رح اغرق لحالي. كنت على مين عم تضحك؟ تضحك علي انا؟ كرامي انا بحبك وبدي اياك، بحبك وبدي ضل معك، فاهم علي؟ انا بكرهك، انا عم بكره تصرفاتك، عم بكره نفسك. اذا بتنفسي تهديدك ما رح ينوبك شيء. شو بدك؟ شو بدك؟ شو بدك؟ وينك شو طايق؟ ماني شايفته. إذا بتقول شي لمرح والله بخصوم لأفضحك بالضيعة كلها وحتى عن أهلك. مطلبة ماني صالعة، ماني صالعة شوي شوي بدنا نفرش البيت. وكيف رامي معك؟ ان شاء الله منيح. رامي ما في منه. يعني حاسستي حابك وبده اياكي؟ اكيد، والا ما كان خطبني. بتعرفي شو؟ معقول هالرامي قديش بغار؟ ما بعرف شو بيصير له فجأة هيك بيقول لي انا بغار عليك كثير، بخاف عليك كثير، وكل شيء بدي اعرف. اي هو يعني انا بس ولا شيء. شوفي لانا احكي. كأنه رامي تليفوناته كترانة. كيف يعني؟
مرح حبيبتي، أنا عم بحكي هذا الحكي لأني كتير بحبك وما بدي إياك تكوني مخدوعة. مخدوعة؟ لا أنا شوفي، لا تعصبيني، احكي شو شايفي على رامي. مبارح رامي إجا لعنا على البيت وكان عم يحكي على التليفون، وأنا من حسب الحديث فهمت إنه مو أنت اللي كان عم يحكي معه، كأنه كانوا عم يتفقوا على موعد. خلص خلص انسي مرح، ما بعرف يمكن انا ما سمعت منيح، ما بعرف. مرح شو هالحكي الفاضي؟ مين عم بفوت هالحكي براسك؟ رامي الله يوفقك، احكي لي الحقيقة، والله شو ما كانت بسامحك بس احكي لي. يا عمري انت الحقيقة الوحيدة بحياتي. وعلاقاتك وتليفوناتك. شو احلف لك انه ما في غيرك بحياتي؟ اي نعم انا كان الي علاقات وانا ما بنكر هذا الشيء، بس انا من يوم ما قررت اني احكي معك واخطبك انا لغيت كل شيء، ورحمه امي ما عاد عملت شيء، هي تليفوني خديه خليه معك يوم يومين ثلاثه بس لتطمني. لا خلص حبيبي رجعوا، انا مصدقتك. مرح مين عم يعبي هالقصص براسك؟ لا انا ما رامي الله يوفقك، ما بدي اياها تعرف انه نقلت لك الحكي، هي بس انه من حرص علي ومن خوف علي خبرتني. يا حبلة هي غيرانة مني. شلون يعني؟ ولا شي حبيبتي ولا شي، خلص سكري على الموضوع، ما في غيرك بحياتي صدقيني. هيك ها ضحكي. شو بدك؟ انت بتعرف شو خلي عن مرة رامي، خلينا نرجع نلتقى الله يخليك. انا وياكي قصتنا خلصت خلصت. إذا بتقربي على مرح بدي افضحك بالضيعة كلها. شو؟ شو قلت؟ بدك تفضحني؟ ايه. مش مين قال لك انا فارقة معي الفضيحة اصلا؟ رامي انا هالمرة خبرتها لمرح انه في وحدة بحياتك، بس المرة الثانية بخبرها مين هي الوحدة وحياتك وساعتك. خلص خلص. تمام؟ بدنا ناكل، قومي عاملين لنا اكل. شلونك اخي؟ منيح؟ اه. شباب شباب ما نحكي شباب. ابو جود. هلا يا برام. شلونك؟ شو اخبارك؟ مبروك الخطبة. الله يبارك فيك. شو اخوك قال بخلقتهم الصباح؟ شوف لي اياهم ان شاء الله. انا رايح نظف محلي. اوه شباب. خلص اخي طلقها، طلقها وحاج مشاكل انت وياها. لا انا ما بتحبها. طلقها اخي طلقها. الله بيعوضك يا احسن. افتح الباب وطلع لبرا. مو قبل ما نحكي. حكينا كثير. أنا من أول ما حكيت معك قلت لك أنا بدي أكون عيلة ويصير عندي أولاد، بس أنا بدي طلق الشريف. لأن علاقتنا ما كانت حب، كانت رغبة، كانت حاجة، ما بعرف، بس ما كانت حب. أنا كثير بحبك. أنا ما بحبك. أنا ما حبيتك. أنا من أول ما شفتها لمرح وحسيت إنه أنا هاي المخلوقة اللي بدي أخطبها ما عاد حسيت لك بشي. أنا ما بحبك. أنت كذاب. أنت ما بتحبها لمرح. انت بتحبني لإلي، بتحبني كتير، ما رح تكون غير لإلي، عم تفهم؟ خلص افتحي الباب افتحي. ما بدي رامي، انا بدي اياك. لا انا خلص الموضوع خلص. ان ضليتي انت وشريف ولا تركتي انت وشريف، انا بدي بلش حياة نظيفة، بدي بلش حياة. بوس ايدك. انا كل ما بشوف اخي بحس حالي اني انا واحد وسخ، بدي اطلع فيه وحس حالي مرتاح. لا أنا كل ما بشوفك بتذكر إني أنا السبب بموتة أمي. اطلعي من حياتي بقى.
أنا كل هذا الحكي اللي حكيته ما بيهمني. أنا اللي بعرفه إني بحبك وبدي إياك رامي. ويكون بعلمك أنا خبرت شريف إنه في موضوع ضروري لازم يعرف فيه، وهلا هو بيكون جاي على الطريق. رح خبر مرح ورح خبر شريف ورح خبر أهلي كلهم. أنت مو قدران على هاي الخطوة بس أنا بقدر. شو جنيتي؟ جنيتي؟ ولك أنا بجن إذا بخليك تتركني وتتزوج مرح. أنا بحبها لمرح، بحبها وبدي أتجوزها، بحبها. ولك أنا بقتلها وبقتل شريف وبقتل الدنيا كلها وما بخليك تكون إلا إلي، عم تفهم؟ أنت وحدة مو طبيعية، أنت وحدة مجنونة شيطان، مو طبيعية أنت. تضحكي؟ لك أنت ليش ما بتحسي بالذنب العايش فيني؟ أنا وأنت قتلنا أمي. بتعرف شو يعني قتلنا أمي؟ أمي ماتت بسببنا، فهمي؟ خلصنا بقى، لسا قتلنا أمي، قتلنا أمي، أمك ماتت موت تربى، الله هيك بده. خلصوا افتحي الباب. أنا وأنت لازم نعيش سوا رامي، خلينا نخلص من شريف، خلينا نخلص منه. أنا بقتله ما عندي مشكلة، المهم إني أعيش معك، عم تفهم علي؟ أنت وحدة مريضة، أنت وحدة مجنونة. شو؟ ما راح عم بدي أقول لك. رد عليها، بتكون عم تقرأ المسج اللي بعثت لها إياها. أي مسج؟ ولو حبيبي، في مسجات كتير بيني وبينك، بس بحب طمنك، كلها صارت عند مرح، ومرح خلص هلأ مرح، ما عاد في مرح، وشريف أنا بدي أقتله بإيدي، شريف أنا بدي أخلص منه، عم تفهم علي؟ أنا بدي أخلص منه لشريف. في رياضاتي، أنت دمرتي حياتي كلها، أنت سبب موتة أمي، وبدك تقتلي أخي، أنت لازم تموتي، بتعرفي شو؟ بعد عني، تكبر. خلتني، ضليت وراي لحتى حبيتها وعشقتها، بس أنا ما كان بدي. أنا كل ما كنت شوفها كنت شوف أمي قدامي، أخي أمي ماتت بسببي أنا وياها. أمي فاتت على البيت، شافتني أنا وياها على نفس التخت، طبت وماتت، بس أنا ما زنبي أنا. هي ضليت وراي لحتى خلتني قتلها بإيدي. هدول كانت بدي تقتلها، بس أنا ما خليتها. أنا نظفت هذا البيت منها، نظفت كل حياتنا، بس أنا خنتك وخنت أمي وخنت هذا البيت. سامحني، ولا لأمي تسامحني، والله هي اللي ورطتني. لا تركني، لا تركني شريف. شريف.
قعدت مضمونة. الصديق عم يخون صديقه من دون ما ترفله عين. وين؟ المسكت بغرفة أبوهن. أنا هلا بحضرة جريمة شرف من النوع الممتاز، وبحق لي كل شيء بالقانون وبالشرف وبالعرف. هدي أعصابك ولا تغلط بنوب. أنت صديقي وأنا حابب أنصحك ونورك، يعني لازم تفهم وين أنت بهيك وضع. أنت لازم تموتي. بعد عني. لكن غلطي غلطي. شو صار لك؟ أنا لما؟ لما اللي تركت بيتها وجوزها وبناتها ولحقتك؟ دكتور مشان الله، مشان الله دكتور، أنا مرتي حامل وبتقلي هلأ أني أنا ما بجيب أولاد كيف؟ لك أنا بقتلة وبقتل الشريف وبقتل الدنيا كلها وما بخليك تكون إلا إلي، عم تفهم؟ أبو حازم لا تنسي، لأنه هو الوحيد اللي رح ياخذ لك بدارك من حازم ومن أمه لحازم كمان. حاولت أقنع حالي أني بحبه لجوزي كمان ما زبطت معي، وهيك صرت خون. ولك يا حقيرة، لك إلك عين تحاسبيني على شيء سابقتيني عليه من إمتى؟ ولك من إمتى؟ من إمتى؟ هلا لا تهبل علي، هلا بدي أعرف ريحة البرفان من السواي من وين إجت على القميص. هي ضلت وراي، ضلت وراي لحتى خلتني. شريف! الشي اللي صار، الشي اللي شفته أنا هيك، تحط راسك بالأرض من خجلك، الظاهر بالعكس يعني كبر راسك أكتر. والله فاجأتيني.